بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل الآن محاضرة الفارينكس. وقفنا عند الشريحة دي وهي كانت بتتكلم عن longitudinal muscles of the pharynx اللي هي stylopharyngeus, salpingopharyngeus, palatopharyngeus. وقلنا they have they are attached to styloid process, auditory tube and soft palate or hard palate. بس في الغالب البلاتان أبو نيروسيس. They elevate the larynx and pharynx and pulse the palatopharyngeal arch medially during swallowing عشان يقفل الأوروفارينكس. وحنتكلم عن هذا الموضوع. Pink screen. All the muscles of the pharynx are supplied by pharyngeal branch of vagus nerve through pharyngeal plexus except stylopharyngeus muscle which is supplied by glossopharyngeal nerve. وقلنا دائما نخلي بالنا من البنك سكرين لانها مجمع الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها. اذا كل الفارينجيال muscles يا جماعة ماخدة nerve supply من الفارينجيال plexus من خلال الفيجس except stylopharyngeus muscle ماخدة من الجلوسوفارينجيال رقم 9. الجلوسوفارينجيال رقم 9 وفيجس رقم 10. ادي الجابس اللي موجوده. طبعا جاب 1 فوق السوبيريور كونستريكتور, جاب 2 ما بين السوبيريور والميدل, جاب 3 تحت الميدل, جاب 4 inferior to the inferior constrictor. طبعا في حاجات زمان كنا ندرسها بالتفصيل, what are the structures passing in G1 or G2 or G3 or G4, الآن ما بنسأل عنها كثير. المهم تعرف انه في structures تدخل وتخرج من خلال, ولما الناس بتخصصوا الهيد نيك سيرجري طبعا الحاجات دي بتكون واضحة بالنسبة لهم وبيعرفوها بالتفصيل. هذه برضو بيبين لك ايش الفيزلز والنيرس اللي معدية في كل جاب. هنا بيوريك posterior view of the pharynx showing longitudinal internal muscles. هذه اللي هي البلاتوفارينجيوس نازلة عاملة البلاتوفارينجيال arch or fold, وهذه اللي هي جاي بالطول اللي هي salpingopharyngeus اللي جاي من auditory tube إلى الفارينكس. بديع سبحان الله, منظر بديع. هنا بيوريك كيف التقاء السوفت بلات مع الإبيكلوتس في حالة طبعا الريلاكسيشن هنا, واللقمة هذه اللون الأخضر هو لقمة الطعام واصلة هنا, بعد شوية ده حيترفع على فوق عشان يقفل النيزوفارينكس, مدخل النيزوفارينكس, ودي حتنزل على تحت حيفترقوا يعني سبحان الله. الآن هم متقابلين, بعد شوية ده حينزل على تحت عشان يغطي الانلت اوف ذا لارينكس, ودي حتطلع على فوق عشان تقفل السوفت بلت, بيقفل الشت اوف نيزوفارينكس روم ذا اوروفارينكس. نشوف الآن أول جزء من أجزاء الفارينكس اللي هو الأوروفارينكس. And it has a digestive function. It lies behind the mouth cavity. وقلنا الكلام ده إنه هو موجود خلف التجويف الفمي عشان كده بنسميه أوروفارينكس. It extends from the soft palate above to the upper border of epiglottis. على حسب الصورة دي هذه soft palate وهذا الإبيغلوتس, يبقى المنطقة دي هي اللي بنسميها أوروفارينكس اللي هي جاية خلف التجويف الفمي. It communicates وبيوصل الـ oral cavity مع الـ oropharyngeal isthmus. وقلنا الـ oropharyngeal isthmus هو المدخل إلى الـ oropharynx بنسميه oropharyngeal isthmus, وشفناه قبل كده مرة كتير, قلنا الجزء ده بنسميه oropharyngeal isthmus اللي هو المدخل. It communicates مع nasopharynx through the pharyngeal isthmus اللي هو الحتة دي اللي الـ pharyngeal isthmus ده المكان اللي هو ما بين النيزوفارينكس وما بين الأوروفارينكس. ففي اتصال ما بين الأوروفارينكس وما بين النيزوفارينكس من خلال الأماكن هذه اللي احنا ذكرناها. وليه روف وليه فلور وليه anterior wall وليه posterior wall وليه lateral wall. هذه الـ boundaries of the oropharynx. الروف عبارة عن ايه حسب الصورة دي؟ soft palate اهو, هذه الروف soft palate خلاص, ومع الفارينجيال اثمس soft palate مع الفارينجيال اثمس اللي وراء, والفلور داخل فيه البوستيرور ثيرد, وليس كل الانتيرور ثيرد, الانتيرور تو ثيرد, بوستيرور وان ثيرد فقط of the tongue هو اللي داخل عامل الفلور of the oropharynx, بالإضافة طبعا إلى بيكلوتس واللينجوال تونسي الموجودة في البوستيرور وان ثيرد of the tongue, والميديان جلوسو ابيكلوتيك فولد اللي هو ده مع الابيكلوتس, والاثنين اللاترال جلوسو ابيكلوتيك فولد, والفاليكولا الحفرة دي, والحفرة دي بنسميها فاليكولا. الانتيرور وول عندك اللي هو عبارة عن الماوث اند تونغ, بوستيرور وول C2 and C3. فافتكر انه البوستيرور وول اوف ذا اوروفارينكس ماخذ C2 C3, لاترال وول طبعا اللي عاملينه اللي هو البلاتو جلوسال والبلاتو فارينجيال ارش اور فولد, وبعض الحين بنسمي كلمة فولد بيلر. إذا الفولد هو نفسه البيلر, لو قال لك بلاتو جلوسال فولد أو بلاتو جلوسال بيلر أو أرش كله صح.
طبعاً البلاتين تونسلز بتكون in between the two folds. بلاتين تونسلز هذه هنا بيوريك اللاترال فارينجيال وول. إذن هذا الأول الخلفي وهذا الفولد الأمامي. الفولد الخلفي والفولد الأمامي وبينهم بلاتين تونسلز زي كده اللي هي اللوزتين. الخلفي ده بنسميه بلاتو جلوسل أرش أور فولد أور بيلر، والأمامي بنسميه بلاتو سوري احنا عكسناها، الاول بنسميه بلاتو فارينجيال ارش اور فولد اور بيلر، والامامي بنسميه بلاتو جلوسال ارش اور فولد اور بيلر. خلاص فدي الامامي والخلفي. مهم نعرف مين ده اسمه. دائما افتكر انه التونج انه الفارينكس قبل التونج، الفارينكس قبل التونج، فبنقول الاولاني ده اسمه بلاتو فارينجيال والثاني ده الأمامي بنسميه بلاتو جلوسل، فبنقول في واحد خلفي واحد أمامي وبينهم التونسل. نفس المنظر هنا، الطفل هذا اللي فاتح فمه عنده انتفاخ وهايبرتروفي أو التهاب في اللوزتين منتفخة جاية ما بين التو أرشز، وهذه الفليكيول اللي هي اليوفيولا. اليوفيولا هذه والبلاتو جلوسل أرش هو الأنتيرور وان، والبلاتو فارينجيال أرش أو فولد هو البوستيرور وان. البلاتو جلوس الأرش قلنا معمول من عضلة مكسية بميوكوزا. مين العضلة؟ بلاتو جلوسس ومغطياها ميوكوزا. بلاتو فارينجيال مين العضلة؟ بلاتو فارينجيس ومغطياها ميوكوزا. وعندك التونسل الفوسا اللي هو السبيس اللي ما بين التو فولز واللي محشورة في البلاتين تونسل. والبلاتين تونسل عبارة عن لينفويد تيشو. لينجوال تونسل موجودة في البوستيرور وان ثيرد اوف ذا تونج، موجودة وهي عبارة عن برضو لينفويد تيشو. فخلي بالك من كلمة لينجوال وبلاتين، وفي دحين حجيك واحدة فارينجيال. احنا اخذنا ثلاثة انواع من التونسلز وفي كمان بلاتل. فعندك لينجوال وفارينجيال وبلاتين، وفي بلاتل تونسلز اللي هي موجودة في الهارت بلت تحت الميوكوزا حقت الهارت بلت. فخلي بالك من كلمة تونسلز وفين موجودة وايش هي عبارة عن ايه وفين مكانها عشان امتحان. اثمس اوفوسس او بنسميه الاوروفارينجيال اثمس، زي ما قلنا هو البوابة اللي موجودة على فتحة الأوروفارينكس اللي تسمح بدخول الأكل أو تقفل أو تفتح الأكل، اللي هي حدودها laterally by the palatoglossal arch. lateral حدودها superiorly soft palate laterally palatoglossal arch inferiorly tongue. هذه الصورة هنا، هذه palatoglossal arch هنا، هذه الأوروفارينجيال إثمس حدودها palatoglossal arch من الجوانب، بلاتو جلوسال ارش من الجوانب، superiorly soft palate inferiorly tongue. يبقى انت بتتكلم عن الفتحه دي اللي هي بيسموها الاوروفارينجيال اثمس. هنتكلم الان عن البلاتين تونسلز، ومهمه بالنسبه لكم انتم كمان كدكاتره اسنان انكم تعرفوا عن البلاتين تونسلز، وهي عباره عن two masses of lymphoid tissue، يعني حاجه لها علاقه بالمناعه، ولوكيتد في اللاترال وول اوف ذا اوروفارينكس. مهم نعرف مكانها في اللاترال وول اوف ذا اوروفارينكس، في منطقه بنسميها تونسلر فوسا، جايه بالتحديد بين الاثنين اللي هي بلاتو فارينجيال ارش اند بلاتو جلوسال ارش. وكل تونسل بغطاها بميوكس ميمبرين، والميديا سيرفيس حقها اللي فاتحه للاورال كافيتي بيكون فيها من 12 ل 15 اوريفيس فتحات كده، بتؤدي لحاجه تونسلر كريبتس في داخل التونسل. واللاترال وول او اللاترال سيرفيس حقه هو اللي بيكون كفرد بفايبرس تيشو اللي بنسميه الكبسول، يعني كانما الكبسول بيغطي فقط اللاترال سيرفيس حقه. وريليتد الكبسول ده للتونسلر بيد. التونسلر بيد هو السرير او المكان اللي نايمه فيه ومعشقه فيه التونسل بين التو فولز. والكبسول ده بيرسد باي ذا ارتريز سبلاينج التونسلز، والتونسل فيري ريتش ان بلاد سبلاي. ايش الريليشنز اوف بلاتين تونسلز؟ بنقول انتيريورلي ليها حيكون البلاتو جلوسال ارش، بوستيريورلي ليها حيكون البلاتو فارينجيال ارش، سوبيريورلي ليها السوفت بالات، انفيريورلي ليها البوستيريور ثيرد اوف ذا تونج، مش كل التونج، بوستيريور ثيرد اوف ذا تونج اونلي يعني الروت. ميديالي حيكون الاورال كافيتي او الكافيتي اوف ذا اوروفارينكس، ولاترالي حيكون التونسلر بيد اللي هي نايمه فيه، اللي هي تكون مين اللي عامل التونسلر بيد؟
مهم نعرف مين مكونات التونسيلر بين، اللي هو السوبيريور كونستريكتور ماسل مع البارا تونسيلر بين مع التونسيلر ارتري المهمين. في ليه مهم نعرف التونسيلر بين؟ عشان الناس اللي بيعملوا لهم تونسيلكتومي، الدكاتره اللي بيشتغلوا حقون الانف والاذن والحنجره وبيشيلوا البلاتاين تونسيل، يعرفوا اللاترال ريليشن اوف ذا تونسيل الارتري والفين المهمين عشان ما يحصل نزيف للبيشنت. التونسيلر بيد هو ده المكان، شوفوا هنا احنا شايلين التونسيل، فموريك التو فولز، واحد انتيريور اهو بلاتو جلوسال، واحد بوستيريور اهو بلاتو فارينجيال، وهذا المكان المثلث الفاضي ده انترفال ما بين التو فولز، عباره عن سوبير كونستريكتور. العضله دي سوبير كونستريكتور مغطايه بالفارينجيو بازلر فيشيا، الاكسترنال بلاتاين ارتري فين، سوري اكسترنال بلاتاين فين ده، او بعض الاحيان بيسموه بارا تونسيلر فين، نازل من السوفت بلات في منطقة الفارينجيو بازلر فيشيا، بيعدي في المنطقة دي to join the pharyngeal venous plexus to join the pharyngeal venous plexus، وهو مارر هنا بيمر في التونسيلر بيد. فعشان كده الباراتونسيلر فين ده بيكون مسؤول عن النزيف الشديد اللي بيحصل بعد عمليات التونسيلكتومي أو استئصال اللوزتين من الأبر أنجل of the tonsillar sinus، من هنا من الأبر أنجل of the tonsillar sinus بعض الأحيان في بعد عملية التونسيلكتومي. Blood supply of the tonsil، التونسيل very rich in blood supply، بتاخد من التونسيلر artery وده يعتبر chief artery، هي اسمها تونسيل والartery اسمها تونسيلر artery، ودي مخدته من الفيشل والفيشل من external carotid. Ascending palatine artery وده برضو من الفيشل والفيشل من external carotid. Ascending pharyngeal artery وده برضو من الاكسترنال كاروتيد. Lesser palatine artery وده برضو من المجزيلري والمجزيلري من الاكسترنال كاروتيد. يعني في النهاية الملخص الملخص النهائي انه blood supply للpalatine tonsils بيكون من الاكسترنال كاروتيد artery only، ما قلنا هنا سيرة internal كاروتيد، اذا فقط external كاروتيد هو اللي بيعطي palatine tonsils. عشان كده ممكن لو حصل bleeding عند profuse blood supply بالتالي bleeding يكون عالي أو شديد. طيب إيش الـ venous drainage للوزتين؟ الـ veins حقها join the facial vein أو الـ pharyngeal vein على حسب الـ artery اللي ماشي مع اللي ماشي معها. lymphatic drainage حقها مهم لأنه هي نفسها عبارة عن lymph، اعتبرها كده زي كأنها lymph node أو lymphoid tissue، هي بتفضي الليمف حقها في مكان تاني، بتفضي في الأبر ديب سيرفايكال ليمف نودز، أبر ديب سيرفايكال ليمف نودز، الديب سيرفايكال في منها أبر وفي منها لور وفي منها هي بتروح للأبر ديب سيرفايكال، ديب سيرفايكال وليس سوبرفيشال سيرفايكال. واللي بنسمي اسم تاني للأبر ديب سيرفايكال جوجيلو دايجاستريك ليمف نود، لو سمعت كلمة جوجيلو دايجاستريك ليمف نود هي نفسها الأبر ديب سيرفايكال، وبتكون موجودة behind the angle of the mandible، behind angle of the mandible this is the lymphatic drainage of the tonsils upper deep cervical lymph nodes. nerve supply بيجيها من the lesser palatine nerve ومن the glossopharyngeal nerve. nerve supply to tonsil lesser palatine اللي هو من the branch من the maxillary ومن the glossopharyngeal nerve اللي هو رقم 9. افتكر الكلام ده، هذه البلاتاين تونسل قاعدة ومرستك نفسها ومحشورة في التونسيلر بيد ما بين التو فولز اهي. الصورة دي اطلع عليها بيوريك انه اثنين في واحد مجرى الفارينكس، وانه يا بدخل هواء يا بدخل طعام، فعندك الهواء بيروح لللارينكس والطعام بيروح للإسافاجوس. فاحنا مستخدمين الله سبحانه وتعالى خلق لنا الفارينكس كمجريين، ياخد مجرى هواء ومجرى طعام، إعجاز سبحان الله وخلق دقيق دقيق التفصيل في هذه المنطقة سبحان الله العظيم، عشان تشتغل بكفاءة عالية بإنها تمرر هواء وإنها تمرر طعام. طبعا هذه الصورة لبيشنت عنده tonsillitis، tonsillitis اللي هي inflammation of the tonsils، وتلاقيها بتزيد في الحجم مرة في الأطفال، مناعتهم بتكون ضعيفة، they are common site of infection، ما يجي له عنده سخونة بايركسيا، sore throat inflammation في الأوروفارينكس، وعندك tender enlarged jugular digastric lymph node. فدائما الدكتور أول ما يجي يشوف يعس الجوجلور digastric اللي هي الأبر ديب سيرفايكال يعرف إنه هذا ممكن يكون عنده tonsillitis. طبعا بعد التونسيلكتومي external palatine أو para
palatine vein may be source of post-operative bleeding. وقلنا الكلام ده. كوينزي وده حالة أخطر يسموها peritonsillar abscess is caused by spread of infection من البلاتين تونسل للوز connective tissue outside الكبسول. فشوف جاية من اللاترال وول فجاية حيجيك الآلة يعني احنا قلنا الكبسول من اللاترال وول مش من الميديال وول حقها فيجيك الابسس خراج لطيف وهذه حالة تعتبر يعني emergency ما هي حالة يعني ما هي حالة بسيطة ما هي حالة tonsils عادية tonsillitis. نيجي بعد كده للنيزوفارينكس. النيزوفارينكس lies behind the nasal cavity زي ما قلنا قبل كده above the level of the soft palate وcommunicate مع النيزل cavity above ومع الأورال مع الأوروفارينكس below. Communicates anterior with the nasal cavity through the posterior nasal aperture الفتحتين الأنف الداخلية اللي بتفتح على النيزوفارينكس وinferiorly مع الأوروفارينكس through the pharyngeal isthmus. Inferiorly مع الأوروفارينكس through the pharyngeal isthmus. It has roof, floor, anterior, posterior walls. Important features حقيقة ما هو مهم هنا أني أعرف النيزوفارينكس كل التفاصيل لكن لازم أعرف إيش أهم الفيتشرز في النيزوفارينكس. أهم ما يميزها وجود الفارينجيال تونسلز في الروف حقة النيزوفارينكس. يا جماعة خلوا بالكم من مصطلحات تونسلز. إذا الفارينجيال تونسلز موجودة فين؟ موجودة في الروف في سقف النيزوفارينكس. تعال نشوفها هنا في الصورة دي فين الروف of the nasopharynx. هذه الروف هذه النيزوفارينكس وهذه الروف of the nasopharynx وهذه الأدونويد يسموها الأدونويد or pharyngeal tonsil موجودة في الروف. يا تقول أدونويد تقول pharyngeal tonsil كله صح. الفلور بيكون عبارة عن الفارينجيال إثمس. الفلور عبارة عن الفارينجيال إثمس اللي احنا قلنا عليه هذا الفلور of the nasopharynx. وبعدين في عندك lateral wall عبارة عن الفارينجيال opening of auditory tube والtubal elevation والsalpingopharyngeal fold والpharyngeal recess ودي حنشوفها على الصورة features of the lateral wall of the nasopharynx. في حاجة اسمها tubal tonsil ودي عبارة عن collection of lymphoid tissue behind the auditory tube. هذه التونسل الثالثة اللي احنا إذا أخذنا pharyngeal tonsil في الروف of the oro of the nasopharynx واخدنا palatine tonsil في lateral wall of the oropharynx والآن tubal tonsils في ال behind the auditory tube behind the auditory tube برضو في lateral wall of the nasopharynx. كأنه من lateral wall of nasopharynx هنلاقي في tubal tonsils وهنلاقي في pharyngeal tonsils نوعين من التونسلز. تعال نشوف الصورة دي اللي هي بتبين لنا أهم معالم الفيتشرز حق lateral wall of the nasopharynx. هنلاقي هنا هذا lateral wall of the nasopharynx في زي ارتفاع ارتفاع كده انتفاخ. الانتفاخ هذا بنسميه tubal elevation. مين اللي عملته الauditory tube فتحة الauditory tube على منطقة النيزوفارينكس opening of auditory tube هي دي. فوقها هنلاقي الانتفاخ نسميه tubal elevation يعني elevation عملته التيوب اللي هي الauditory tube. هنا المنطقة دي بنسميها salpingopharyngeal fold salpingopharyngeal fold ويعني مش مهم بس أهم شيء عندي تعرف لي opening of auditory tube بالإضافة tubal elevation. هذه كلها بنسميها salpingopharyngeal فهنا بيقول لك ده اسمه salpingopharyngeal fold وده اسمه salpingopalatine fold عبارة عن two folds vertical folds of mucous membrane اللي عملته salpingopharyngeus muscle salpingopharyngeus muscle وهنا اللي هو salpingopalatine والسلبينجوبلاتاين فولد اللي معمول بالسلبينجوبلاتاين مسل. فهذه الاثنين دول مش مهم يعني أهم شيء عندي بس تعرف لي الأوبرينج أوف أوديتري تيوب بالإضافة إلى تيوبال إليفيشن وعندك هنا بيهايند وفي هنا للأسف مو باين البلاتاين تونسلز ما هي محطوطة هنا. إذن الأوديتوري تيوب هي عبارة عن فتحة توصل النيزوفارينكس بالميدل إير في داخل الفارينكس زي ما قلنا هذه كلها إيش يعني نيزل فارينكس إيش فارينجيال إثمس تيوبال إليفيشن يعني إيه فارينجيال ريسيس يعني إيه سلبينجو فارينجيال فولد يعني إيه ف
Repeated infection of pharyngeal tonsil بيؤدي إلى hypertrophy بنسميها adenoid. Pharyngeal tonsils هي نفسها بنسميها adenoid. ما بنسميها pharyngeal tonsils, الكلينيشنز بنسميها adenoid. وهذه اللي بيسموها يا جماعة اللحمية, وتلاقي الطفل يتنفس من فمه ويصير دائما صوته مكتوم, يصير زي كأنه بيتكلم من خشمه, صوت مكتوم. اوكي, هذه اللي بنسميها الادينويد. وممكن بعض الحين تعمل obstruction لانها قريبه من الـ من الـ من النيزو في الروف, فبتقفل فتحه الانف, الهواء ما بيدخل من هنا, الهواء ما بيدخل من هنا. ممكن تعمل deafness, recurrent otitis media اللي هي inflammation في الاذن الوسطى يسموها otitis media. حنتكلم الان عن اللارينجوفارينكس. It lies behind the opening of the larynx and posterior surface of the larynx. It extends between the upper border of the epiglottis and lower border of the cricoid cartilage. ما بين الإبيكلوتس واللور border of cricoid cartilage, ولي anterior و posterior و lateral walls. هذه طبعا هنا احنا بنتكلم عن اللون الأزرق, هنا هو هذا اللي خلف اللارينج, اللي هو بنسميه لارينجو فارينس, اللي هو anterior wall تبعه حيكون ال inlet to the larynx, والposterior wall حيكون ال body of third, fourth, fifth and sixth cervical. لان احنا قلنا هنا في الاوروفارينكس 2 و 3, يبقى هنكمل في اللارينجو فارينكس 3 و 4 و 5 و 6. lateral wall عبارة عن thyroid cartilage مع thyrohyoid membrane. thyrohyoid membrane ايش يعني pyriform fossa؟ البايريفورم فوسا يا جماعة دي عبارة عن small important groove موجود في الميوكس ممبرين on either side of laryngeal inlet, على حواف اللارينجيال inlet. يعني هذه مثلا شوف مدخل اللارينكس, وهذه الإبيكلوتس, وهذه هنا على حواف اللارينجيال inlet بيكون في الديبريشن هذا أو زي الحفرة الصغيرة يسموها بايريفورم فوسا. separated من اللارينجيال انلت عن طريق الاري ابيجلوتيك فولد, فهذا بنسميه اري ابيجلوتيك فولد, وحنشوف الكلام ده مع محاضرة اللارينكس. bounded medially by اري ابيجلوتيك فولد laterally by lamina of the thyroid cartilage and the thyrohyoid membrane. طبعا ايش مشكلة البايريفورم فوسا؟ مشكلتها يا جماعة انه بعض الاحيان الناس اللي بياكلوا سمك ممكن يتعزق وصلة شوكة السمكة في منطقة البايريفورم فوسا, فما بتطلع غير بالمنظار هنا. إذا البايريفورم فوسا هذا جزء من اللارينكس ولي كلينيكال امبورتنس بعدين حنشوفها إن شاء الله. أهو شوف فورين بادي في البايريفورم فوسا, هذه شوكة معزوقة هنا فيش بون في البايريفورم فوسا, وطبعا دي تعتبر يعني خطيرة. تعالوا نشوف ايش الارتيريال سبلاي وفارينجيال وول. خلصنا خلاص الثلاثة انواع الفارينكس. الارتيريال سبلاي وفارينجيال وول مهم جدا نعرف مشتق من فين. فعندك ascending pharyngeal من الاكسانا كاروتيد, facial اكسانا كاروتيد, lingual من اكسانا كاروتيد, ascending palatine من الفيشل اللي هو من اكسانا كاروتيد, maxillary من اكسانا كاروتيد. اذا في النهاية بنقول المحصلة النهائية للفارينكس البلد سبلاي من الاكسانا كاروتيد artery.